كما دعا رئيس الوزراء إلى عدم زج الحكومة في تفاصيل أزمات سياسية خصوصا بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وقال في بيان إن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في آيار 2020، مبينا أن الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطا هادئا ووطنيا في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة، وقدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحهم وتجنب الدخول في مهاترات سياسية. واستغرب رئيس الوزراء استمرار محاولة زج الحكومة بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ الإجراءات لتسليم الواجب المسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية، مجددا مناشدة كل القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البناء لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فيما دعا إلى تفهم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم ومنع زج البلاد في أزمة أمنية واجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة.